بغني مشان انسى همي، وانتي مفكرتيني كتير مرتاحة. عندي مشاكل لفوق راسي يا مدام، وحياة الله انتي كرهتيها للغنية لانك ما بتحبيها لتشامكي. انتي خدامة صح؟ فتصرفي كخدامة. اذا كان بهمك كتير تغني فروحي عبيتك وغني، هذا بيتي انا وبدك تعملي اللي بقوله انا، فهمتي علي؟ هذا الموضوع كتير بسيط ومع هيك ما خلصت من لسانك. يا روحي ليش انتي متضايقة هالقد؟ حابة تغني تركي عم تغني، وبعدين ما بعتقد انه صوتها بشع، يعني ما فيها شي. بس بنظري غلط، وانا عم اترجاك لا تتدخل بشؤون البيت بالمرة. يا روحي اتدخلت لانه بيتي كمان. بس لانه بيتك ولا امشانة لهالبنت؟ من قبل ما كنت تهتم او تتدخل بشؤون البيت، ومن فترة عم لاحظ انك كتير عم تدافع عن هالبنت. بنتي كان لازم تفكري منيح قبل ما تقولي هيك كلام. كونجان مانو خدام ببيت اهلك، هو زوجك وكبير هذا البيت. وبشو غلطت معه؟ انا ما قلت شي بيستحق انك تذكريني بكل هالتفاصيل يا مرتي. شبرا لا تحكي مع امي بهالطريقة هي. انا لما بسكت هذا ما بيعني اني ما عندي لسان، بامكاني اني احكي كمان، فهمتي؟ لك وين راح؟ أنا برأيي أنه لازم نخبر البيك. إيه؟ يا بيك هداك الشاب، قصدي اللي عنا يوغ، ماله موجود بالبيت. شو؟ يوغ مانو بالبيت؟ يوغ مو موجود؟ شو يعني هذا الحكي؟ يا بيك طلعنا شوي ولما رجعنا على البيت ما لقينا الشاب، فتشنا البيت كله بس ما بعرف وين اختفى. اسمع، الشرطة ممكن توصل لعندك بأي لحظة، اطلعوا من البيت بأقصى سرعة ودوروا على يوغ. بأمرك. وإذا قبضوا عليك؟ ما بتحكي ولا كلمة. حاضر. لازم نترك هالمكان فورا. روحي فتشوا البيت كله، يوغ موجود هون واللي خطفوه كمان.